السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اشغل شاشة الكمبيوتر الديسكتوب عندي على الميتافيرس. طيب الميتافيرس هدخل على الميتا هورزون ورك روم، هيفيد اكتر من طريقة. هنبدأ نشوف الطريقة ديت. الطريقة دي من الميتا نفسها، دي عاملين جامعة ومقسمينها الغرف بحيث ان يبقى فيه كل جامعة تبدأ تحجز لها قاعة. تمام، انا حجزت الحمد لله قاعة بحيث لو انا عندي اي محاضرة ممكن اشارك الرابط مع الناس والناس تيجي تحضر. طيب دلوقتي ام ريدي، عايز ان انا اشوف البث، فممكن ادخل على الغرفه بتاعتي اقول له دلوقتي بقى انا عايز اشوف كمبيوتر، فبقول له اتوصل بالكمبيوتر. تمام، دي الشاشه اللي ظاهره دلوقتي على الكمبيوتر عندي. تمام كده انا ممكن اعمل شير مع الناس بحيث لو معايا ناس في قلب القاعه يبداوا يشوفوا الشاشه بتاعتي. تمام، طيب ممكن افتح لكم اي حاجه تانية عشان تتاكدوا. تمام، ده البث المباشر اللي انا بعمله. طيب هاجي دلوقتي وافتح حاجه تانية. ده اللي انا فاتحه على الشاشه دلوقتي. فاللي ظاهر يعني لو انا مطلوب مني اكتب حاجه اقدر ان انا اكتبها فيبدا يظهر عندهم هنا على الشاشه ديت. تمام، يعني دلوقتي الناس تقدر تشوف وانا بكتب مثلا اي حاجه اهوت. تمام اهو، اي حاجه انا بكتبها بتبدا تظهر مع الناس يبداوا يشوفوها. فدي طريقه جميله جدا عشان شارك الناس الحاجه بتاعتي. ممكن اقول اوفيس بقى وابدا ادخل على الغرفه بتاعتي. ومن هنا تقدر تشوف الديسكتوب اهوت، وممكن تبدا تكتب ملاحظات. دي اللي ابدا اشتغل اعمل دايره. اهلا بيك. تمام، طيب طبعا لما يبقى في ناس كتيره دي شاشه ظاهره قدامكم. دي الرسم دايره عشان ايه حدد الشكل السطحي. دان اللي انا بكتبه هنا هيظهر على السبوره هنا، فبقدر ان انا ابدا ارسم. ويظهر عندكم على الشاشه بالشكل ده. وتقدر تحط صوره لو انت عايز. تمام، هيبدا يتوصل الكمبيوتر ويبدا يجيب لنا الصور. طبعا هنا لو انا عايز اروح اي يعني اقعد على اي كورس تاني ممكن نختار. انا عايز مثلا اقعد على كورس تاني، اختار الكورس اللي انا عايز اقعد عليه. فاتنقلت انا الكورس ده وكذا. رايس هاند بحيث الناس اللي معايا تعرف ان انا عايز اتكلم. تمام، دي بس كان طريقة ظريفة اشارك معاكم اللي بيحصل دلوقتي.